أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي.